النهارده يعني محتاجين جدا ان احنا نفوز طبعا من مباراه توجو، وطبعا المباراه الثانيه كمان 3 ايام. شايف مين الكي بلايرز او مفاتيح اللعب الاساسيه اللي بيعتمد عليها كابتن حسام البدري في مباراه النهارده؟ والله شوفي، عشان كده بقول لك ان العناصر الموجوده فيها مفاتيح كثيره جدا. يعني مثلا في الكرات الثابته هتلاقي حجازي، وهتلاقي الونش اكيد كورنر والفاولات، هتلاقي عمرو السوليه، هتلاقي مصطفى محمد. يعني الكرات العاليه والكرات الثابته عندك طبعا في النني في التسديد من بره مع عمرو السوليه، اذا كان هيلعب عبد الله السعيد طبعا، لانه فيه هيبقى فيه يا اما عبد الله يا اما يمكن طارق حامد، انا مش عارف هيبدا بمين، لانه في يعني مواقع كاتبه غلط حتى، يعني كاتبين 4-4-3-4، فطبعا يعني يعني يبقى 12 واحد، يعني مش تنفع يعني. فاعتقد انه في طبعا مصطفى محمد بالنسبه للاختراقات والتسديد، الاطراف هاني وفتوح اعتقد هيبدا بيهم، فخط الظهر مع طبعا حراسه المرمى اللي احنا ما ننساش طبعا الشناوي، حاجه ما شاء الله، حاجه ربنا يحفظه ان شاء الله. مع خط الظهر، مع وسط الملعب، مع الفراوده، تيم متكامل. اعتقد انه اكتر من 5-6 مفاتيح موجودين وكلهم بيكملوا بعض. يعني مش هتلاقي فيه عنصر قليل. يعني في وسط الملعب لما يكون النني وعمرو السوليه طبعا اثنين جامدين قوي، الاطراف هاني وفتوح عاملين موسم عالي جدا، حجازي جاي من السعوديه في فورمه عاليه جدا، الونش عامل ماتشات كويسه مع الزمالك، ويعني لما بيغيب بيبقى عنصر مؤثر. مصطفى محمد برضه ماشي بخطى، يعني ربنا يسهل له يعني. فكل العناصر، الكرات الثابته اللي عمليه الاستحواذ على الكوره، عمليه قطع الكوره بسرعه، وعمليه الضغط اللي حسام البدري بيتميز بيها، الكوره بتتقطع بص تلاقي كل الفرقه بتعمل عمليه الضغط بحيث ان هو يستحوذ. وطبعا النهارده الفرقه عليها عامل، الى جانب العامل النفسي الفني اللي حضرتك اتكلمتي عليه، في الجانب النفسي طبعا، لان الولاد دول والعناصر الممتازه ديت ما يصحش انه يبقى عندنا بنطين من ماتشين طبعا، وبالتالي هيبقى عليهم مش ضغط، لان الكره ما فيهاش ضغط، الكره فيها حافز، الحافز ان انا عندي الحافز ان انا اسم بلدي وشعار بلدي لازم اكون انا في المقدمه باستمرار. مهم ان الكره فيها حافز مش ضغط، دي مهمه الجمله دي يا كابتن عادل.